قدمت أسرة فريق جمعية وهران التهاني للعائلة الرياضية وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. إن شاء الله نتمنى قال الأمة الإسلامية والأمة قال العربية نتمنى لهم عيد مبارك وإن شاء الله كل عام هما بخير. إن شاء الله الأسرة الرياضية تاعنا عيدكم مبروك وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله وإن شاء الله يتعاود علينا بالخير والهنا والعقوبة العام الجاي إن شاء الله. نهنئوا جميع الأمة الإسلامية ونقول لهم صحة عيدكم وعائلة جمعية وهران وثاني ما ننسوش عائلة نادي بطيوة وإن شاء الله نقول لهم الطلعة هذا العام إن شاء الله. بمناسبة عيد الفطر نتمنى عيد سعيد لكل الشعب الجزائري وكل الأمة الإسلامية وكل أنصار جمعية وهران وكل سكان مدينة وهران وكل عائلة وإن شاء الله تكونوا كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.